رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا. وابن حجر استدل بالحتة دي، لاحظ الرجل ده في الخطبة يتكلم والنبي ما نهاه، مع أنه الكلام في الخطبة من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال إذا كان في كرب شديد أو أمر شديد زي ده ممكن، ده من فقه الفقه العظيم للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه النبي ما نهى ولا حصى، قال ادعوا الله أن يغيثنا وهلكت الأموال وكده. الرسول ما قال له اسكت أو ما تتكلم أثناء الخطبة، مع أنه الكلام أثناء الخطبة حرام، لكن الرجل ده قرأه بالذات لأنه كان في مجاعة والمطر ما نزلت، يعني الموضوع كان شنو؟ موضوع شديد. مثال الآن الخطيب بيخطب فولعت نار، أو جاء واحد جاري بسلاح دار يضرب الخطيب، فتقول من مس الحصى فقد لغى، أنا أنتظر أقعد بنيشك وبنيش الإمام ذات، فأنت قوم قوم ثبت الزول ده أو اطفي النار دي. ففيه في حاجة، أو عقرب أو دبيب، أيوة برضه أحسنت، جاي ماشي عليك، جاي ماشي على أحد أعمامك الكبار وذاك ما شايف، أو طالع على الإمام، أنت شفته أجري أقتله وتؤجر على ذلك وجمعتك صحيحة، وتعال راجع تاني أسمع، لكن يكون بقدر شنو؟ بقدر الحاجة. نعم.